هو جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل سعيد طيب الله ثراه. ولد في 17 من شهر شوال لعام 1359 للهجرة، الموافق 18 من نوفمبر لعام 1940 في مدينة صلالة. هو السلطان الثامن لعمان في التسلسل المباشر لأسرة البوسعيد، والتي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في عام 1741 للميلاد، والذي ما زالت ذكراه موضع احترام وإجلال في عمان كمحارب وإداري مستنير تمكن من جمع شرائح المجتمع العماني في دولة متطورة. وقد بدأ جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه أولى مراحل تعليمه في عمان، ثم بعد ذلك أرسله والده السلطان سعيد بن تيمور في سبتمبر عام 1958 إلى إنجلترا، وذلك لإكمال تعليمه، حيث أمضى عامين في مؤسسة تعليمية خاصة في سافوك، ثم التحق بعدها في عام 1960 بأكاديمية ساند هيرس الملكية العسكرية كضابط مرشح. تخرج منها بعد سنتين لينضم جلالته إلى إحدى كتائب المشاة البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية، وهي الكتيبة الأولى الكامرينيون سكوتش رايلفر، حيث أمضى 6 أشهر كمتدرب في فن القيادة. وبعد إكمال جلالته العلوم العسكرية ضمن الوحدة البريطانية في ألمانيا، التحق في دراسة نظم الحكم المحلي، وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة، ثم قام بجولة ثقافية حول العالم. في عام 1964 عاد إلى عمان، وكان يمضي معظم أوقاته في الاستزادة من علوم الشريعة الإسلامية وحضارة وتاريخ بلاده. لجلالة السلطان قابوس هوايات واهتمامات متنوعة، فهو فارس ماهر يعتني بالخيل ويهتم بها، وتقام على ضوء هذا الاهتمام السامي مهرجانات للفروسية ومسابقات للهجن العربية الأصيلة، ويعني بصفة خاصة بحماية البيئة العمانية بمختلف تنوعاتها. وقد تجلى ذلك بإنشاء جائزة السلطان قابوس لصون البيئة في عام 1989، وتمنحها منظمة اليونسكو كل عامين لأفضل الجهود المبذولة للعناية بالبيئة على مستوى العالم. كما يهتم جلالته بالمطالعة والقراءة في كتب التاريخ والسياسة والعلوم العسكرية إلى جانب كتب التراث العماني. اهتم جلالته طيب الله ثراه بالتصوير الفوتوغرافي، فكان يحمل آلة التصوير في كل مكان آنذاك، ويحاول التقاط صور أهم الأماكن والمشاهد الحياتية. عندما بلغ حدا من المهارة في التصوير، أخذ يجرب الظلال والتلاوين، ويلتقط صورا مبكرة للزهور والنباتات وأوراق الشجر، ويضع تراكيب فنية ويرتب اللقطات بتفنن، واهتم خصوصا بالمناظر الطبيعية. أما بالنسبة لاهتمام جلالة السلطان قابوس بالموسيقى، فهو اهتمام لازمه منذ نعومة أظافره، حيث تعود على حب الأنغام العمانية أثناء المهرجانات والاحتفالات الشعبية، وكان يهوى الاستماع إلى موسيقى شتى الأقطار قريبها وبعيدها كاليمن والهند وإيران وأندونيسيا، بالإضافة إلى الموسيقى الغربية. بلغ به الأمر حتى تلقى عدة دروس في أصول الموسيقى، وأفاده كثيرا في فهم أهم الأساليب التلحين وخصائص الأنواع والقطع الموسيقية. وبمرور الزمن أعانته تلك المعارف عندما مارس الأداء الموسيقي بنفسه لإنشاء الأوكسترا السيمفونية السلطانية العمانية ودار الأوبرا السلطانية. وأما عن هوايته، يشير جلالة السلطان حيث يقول: منذ طفولتي كانت لدي هواية ركوب الخيل، فقد وضعت على ظهر حصان وأنا في 4 من عمري، ومنذ ذلك الحين وأنا أحب ركوب الخيل، ولكن في الآونة الأخيرة ولكثرة الأعمال أصبحت الممارسة قليلة جدا، إلا أن هذه الهواية لا تزال قريبة إلى نفسي. الرماية أيضا من الهوايات المحببة، كوني تدربت عسكريا، هذه الهواية جزء مهم لكل من يهتم بالنشاط العسكري وعاش في مجتمع كالمجتمع العماني الذي يعتز بكونه يستطيع حمل السلاح عند الضرورة. كذلك عندي حب التجربة لكل ما هو جديد من أسلحة في القوات المسلحة، سواء بندقية أو مدفع رشاش أو مدفع دبابة، إلا أن الرماية بالمسدس والبندقية تبقى هي الأفضل،
وكذلك كنوع من الترفيه واستخدام القوس والنشابة. قال جلالته: هناك هوايات أخرى كالمشي، فأنا أحب المشي منذ الصغر، فأجد الراحة قبل الذهاب إلى النوم. وأن أقضي وقتا بالمشي على البحر فهو رياضة جيدة للجسم وفرصة للتفكير. كذلك أحب التصوير، وكانت لدي هواية الرسم للمناظر الطبيعية في وقت من الأوقات، إلا أن الظروف والوقت أصبحا لا يسمحان بممارسة هذه الهوايات. والقراءة أيضا كونها هواية، إلا أنها أصبحت جزءا من العمل، وأصبح من الصعب مطالعة الكتب حسب الهواية إلا ما هو في مجال العمل والحياة اليومية. وأضاف جلالته: وكرياضة كنت ولا زلت إذا ما وجدت الوقت أمارس لعبة التنس، كما أحب متابعتها إذا علمت أنها على جهاز التلفاز. وكذلك أيضا بالنسبة لألعاب القوى فإنني أحب متابعتها. وقال أيضا: فإن من الهوايات المحببة لدي علم الفلك ومراقبة الكواكب، حيث أملك مرصدا صغيرا آمل تحسينه مستقبلا، وعندما تكون الفرصة سانحة في الليالي المناسبة حسب النشرات الفلكية فإنني أقضي بعض الوقت في مراقبة هذه الكواكب السماوية. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.